بيكم في حلقة جديدة ومغامرة جديدة جدا من برنامجنا توفي والشلة. هسألكوا سؤال، مين فيكم لما بيعيا بيحب يروح للدكتور؟ ايه ده؟ ولا واحد رافع ايده؟ طب انا هقول لكم على سر، انا كمان لما كنت صغيرة كنتش بحب خالص اروح للدكتور، كنت بخاف منه شوية. بس بصراحة النهاردة توفي كان المفروض من الاول تروح للدكتور، خصوصا بعد ما عرفت ايه هو العلاج الحقيقي وبدل اللي عملته يا حرام في عم بالونة. ما تيجوا نشوف. ايه يا توفي مالك؟ انت عيانة ولا ايه؟ شكلي عيانة قوي يا عم بالونة. ليه؟ سلامتك. مش عارفة، شكلي خدت دور وحش قوي قوي يا عم بالونة. طب انا هقفل المحل واجي معاك نروح للدكتور. المهم دكتور يا عم بالونه، انا اخدت ادويه كده، اشتريت ادويه من عند الصيدليه، اخدت ادويه البطن وبتاعه الانفلونزا وبتاعه الاسهال بالمره يعني عشان كده. ايه ده؟ لا طبعا. أوه. اللي انت عملتيه ده غلط. كل مرض وليه دواء، حاجات كتير احنا بنعملها غلط وهي اللي بتسبب الامراض لينا. هو احنا بنعيا ليه اصلا يا عم بالونه؟ الحاجات الغلط اللي احنا بنعملها، يعني مثلا لما ناكل اكل مش نظيف، لما ما نغسلش ايدينا قبل ما ناكل، لما نلبس خفيف قوي في عز البرد، كل الحاجات دي بتخلينا نعيا. انا فعلا امبارح لبست خفيف في عز البرد. طيب هو ده اللي خلاكي تعي، علشان كده لازم نروح للدكتور والدكتور يدينا دواء للمرض اللي جوانا. انت عارفه جوانا بيبقى فيه حرب، مش زي الحروب العاديه، يعني مش اسلحه وبنادق وسيوف، لكن في ميكروبات تبقى جوانا من الامراض، ونبقى محتاجين الدواء ده انه يخلينا نخف. اه وبعدين ايه اللي بيحصل بقى؟ الحرب دي لما بتقوم، ايوه، الدواء بيحارب الميكروبات. أيوة. واحنا نخف، فانا لازم اخد الدواء يعني؟ بالظبط، تاخدي الدواء الصح بتاع المرض اللي عندك، عشان كده لازم نروح للدكتور، لان الدكتور هو الوحيد اللي عارف. ماشي يا ابي بالونة، هسمع كلامك واروح للدكتور. هو انا سخنه يا عم بالونة؟ انا معرفش، الدكتور هو اللي هيقول كده مش انا. عارفه يا توفي، الموضوع ده بيفكرني باللي بيعمله معانا ربنا بالظبط. الواحد يبقى عنده خطيه، والخطيه دي عامله زي الفيروس اللي بيتعبنا او الميكروب. بس انا ما يرضينيش اعطلك يا عم بالونة وتقفل المحل عشان تيجي معايا للدكتور. لا يا توفي ما تقوليش كده. عارفه يا توفي، الكتاب المقدس برضه بيتكلم عن حاجات زي المرض دي. احنا كل ما بنعمل خطيه بتبقى عامله زي الفيروس او الميكروب جوانا. ياه. ونبقى لازم ناخد الدواء. الدواء؟ ايوه، الدواء اللي يشيل الخطيه. ايه ده، انتوسيد اطفال؟ لا مش انتوسيد، انت خطيه. انا خطيه يا عم بالونة كده برضه؟ ده انا عيانه يا عم بالونة. انت خطيه يعني ضد الخطيه. كلام الكتاب المقدس بيبقى ضد الخطيه، بيشيل من عننا الخطيه. ويخلينا كويسين زي ما لما بنروح للدكتور والدكتور يدينا دواء ونخف. ايوه هو ده اللي هيخلينا نخف. ايه ده؟ انت شكلك عدتيني. ايه يا عم بالونة؟ انا اسفه جدا. اهلا اهلا اهلا. انا اسفه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مالكم؟ ايه اللي حصل؟ اسفه.